السلام عليكم أعزائي، أهلا وسهلا فيكم. معكم وفاء الجبر. اليوم رح أقدم لكم فيديو جديد بوصفة سهلة وبسيطة وحلوة لبديل النسكافيه. تتقدم طريقة حلوة وهي قهوة الدلجونة الكورية، أصلها طبعا كوري. رح نبلش مع بعض في المقادير. رح نحتاج فيها 3 أكواب متساوية أو 3 معايير متساوية من المية المغلية والسكر والنسكافيه. النسكافيه هو عبارة عن البلاك، اللي هو مثل النسكافيه البلاك اللي بنستخدمه بالعادة. نبدأ مع بعض بالطريقة. رح نخلط المكونات 3 مع بعض بالخلاط الكهربائي. أنا هون استخدمت مرتبان لأني رح أخلط بالهاند بلندر، لكن بفضل يكون الإشي اللي حنخلط فيه عالي لأنه حيطرطش ويبهدل المكان. إذا الكمية اللي حتستخدموها حتكون صغيرة، ممكن تستخدموا الخفاقة النسكافيه أو الخفاقة اليدوية إذا بتقدروا لأنه متعب شوي. نبلش هون بالخلط. رح نحتاج تقريبا بالخفق تقريبا 5 دقايق لنوصل لكثافة الكريمة اللي هي الكثافة الجامدة. خلينا نشوف مع بعض. شوفوا كيف هون حيتغير لونه ويتضاعف حجمه. طبعا أنا عندي الكمية اللي استخدمتها بتكفي ل4 أكواب كبيرة. إذا حابين تعملوا كمية صغيرة مثلا 1 كوب بتعيروا له ملعقة كبيرة من كل من السكر والنسكافيه والمي. شوفوا هون كيف كثافتها صارت، بس أنا شايفة إنه هون بدها كمان شوي لتصير أجمد، فرح أرجع وأخفقها مرة تانية. طبعا بتقدروا تحتفظوا بالكمية الزايدة بالفريزر وتستخدموها بأي وقت بدون ما تدوبوها. وهيك بنكون خلصنا خفق. شوفوا كيف قوام النسكافيه، كثيفة مثل الكريمة وتضاعف حجمها. وهيك بنكون خلصنا. يلا نروح نجهز الأكواب مع بعض. طبعا فيكم تعملوها مشروب ساخن أو مشروب بارد. هون أنا رح أعملها بحليب بارد. رح نحتاج فيها للحليب ولمكعبات التلج، وشوفوا كيف حتكون طريقة التزيين. هون أنا بحط معلقة قبل من الخليط، وبعدين بنحط الحليب والتلج، وبنرجع بنحط الخليط مرة تانية بالكمية اللي انتو بتحبوها وبتفضلوها. خلينا نشوف مع بعض. وهيك بتكون خلصت وصفتنا. بتمنى انها عجبتكم. جربوها واحكوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لي لايك وشير. وصحتين وعافية.